فترة الإخوان قيمتها إزاي؟ لما الرئيس الجمهورية الرئيس مرسي رفض النائب العام وسبعة من قضاة الدستورية، يعني إذا كان الرقم هو كده، بأمر دستوري في غاية العجب وباطل تماما، ورفض النائب العام مستشار عبد المجيد محمود، كان أسوأ صورة للحكم. تجبر بقى، استغلال القضاء في لإرهاب الناس والتحقيق في قضايا، وحبس كل العهد السابق بالباطل وبالحق وبالكله، كانت عملية يعني صعبة جدا. فأنا رفعت دعوة لإعادة النائب العام كقاضي، وطبقا لقانون السلطة القضائية إن اللي يحضر مع القاضي قاضي، وبنرفعه قدام دائرة رجال القضاء. رفعنا دعوة أمام القضاء، أمام دائرة القضاء، ببطلان الأمر الدستوري وإعادة النائب العام لمنصبه. الإعلان الدستوري اللي أعلنه مرسي. اللي أعلنه مرسي. فده كانت نوع من الحرية. ورحت اترفعت، وقبل بقى المرافعة في لقطة كده لازم أقولها. أحد وزراء الإخوان كلمني وقال لي انت هترفع الدعوه ومستشار عبد المجيد محمود كذا؟ قلت له اه. قال لي انا جاي برساله لي، ارجو انك تاخد منه اذنه ونروح نزوره ونعرض عليه. قلت له حاضر. كلمت المستشار عبد المجيد، قلت له فلان وانا هنجي لك لانه عايزك في حاجه. رحنا له البيت، فسمع منه، وهو بالمناسبه الوزير قال لي انا مش عايز اخد السواق بتاعي. قلت له انا حاجه اخد، انا حاجب عربيتي وانا اللي هسوقها من غير سواق، واخدك حاضر. فاخدته من العجوزه ورحت. فرحنا ناكل البيت، وسال قال له يعني لازم القضيه وبتاع، وما يعني عايزين نعديها لانه كانوا خايفين من عمليه الغاء الامر الدستوري، هو ده كان خوف. فقال له لا، انا مصمم ان انا رفع الدعوه ومستشار العدل هيترافع عني خلاص. قال له كنا بنفكر ان يعني يعرض عليك تبقى سفير الفاتيكان، سفير مصر في الفاتيكان. فقال له لا، احنا ايه، شكرا شكرا. واحنا نازلين وبركب العربيه ومعايا، قال لي نسبه نجاح القضيه قد ايه؟ قلت له 150%. قال لي للدرجه دي؟ قال لا. قال لي طب ما ايه رايك لو تروح انت سفير الفاتيكان وتبطل تترافع عنه؟ قلت له لا. ده الوزير الاخواني اللي معايا اللي هو المرسال يعني. قلت له لا شكرا، ما يعني يعني مصمم على المرافعه معاه، وده مسؤوليه قضائيه، لان عبد المجيد محمود جاني مساعد نيابه وكنت المسؤول عنه، وانا كنت رئيس نيابه، فما اقدرش يعني اتخلى عنه لانه مظلوم. اما سفير فاتيكان دي يعني كانوا حاولوا الاخوان يستقطبوك. ايوه، ان انا اروح واسيبني من المرافعه. ما انا بقول لك بقى ده يظهر مجتهد وحافظ الموضوع وهيترفع وبتاع وهيكسبوا القضيه. مش عايز تقول اسمه؟ يعني ما يعني المهم يعني كان من عضو بتاع وعضو في الارشاد. عضو في الارشاد وساكن في العجوزه، عشان بس يعني لا ما اعرفش، ناس كتيره ساكنه في العجوزه. طب وزارته ايه طيب؟ يعني اول حرف من اسمه عين، يعني لا ده اسم والده ميم. ميم عين. ميم عين. خلاص بقى يعني. المهم يعني مفيش داعي. المهم ايه، فقلت له لا. فهو يا الحقيقه يعني برضه شهاده، يعني هو قال والله الجماعه الاخوان يعني اخواننا في الارشاد يبدو اخطاوا في حاجات، وانا بقوم بدور اللي بيكلفوني بيه. رحنا المحكمه وخدنا دورنا وتقدم مذكرات، واعتقد الدكتور كوبيش مشكورا ساهم بمذكره رائعه معايا، بس كان اللي بيترافع انا لان ده القانون. والى ان الغي وسقط الامر الدستوري، وعاد عبد المجيد محمود نائبا عاما. مشي المستشار طلعت ابراهيم النائب العام اللي جابوه الاخوان. دي روايه بقى يعني. ايوه طبعا.